اللي بعده دولسي اهو. دولسي ده سعره كان 5 جنيه. طعم حلو قوي، شوكولاته فيه باينه طبعا اقوى من الفانيليا. اديله تقييم كام؟ اديله تقييم 7 من هوب. ده بسكوتي اهو بالبسكوت برضو لوتس. بسم الله الرحمن الرحيم. طعم حلو قوي على فكره، طعمه اقل من فرايد في السكر. فرايد ديف السكر مظبوط. اديله تقييم كام؟ اديله تقييم 9 من 10. سعره 5 جنيه. اللي بعده تويست من نسلة اهو، طعم المانجا والفانيليا وعليه صوص مانجا اهو. ده شكله بدون بسم الله. طعم المانجا باين فيه، عاملين حركه صحيحه، حاطين صوص. سعره كام؟ سعره 6 جنيه. لا طعم حلو، 7 من 10.